لفحصي والنظر لفحصي والنظر في احتلالين مدمرين وحشيين هما الاحتلال الفرنسي للجزائر والاحتلال الصهيوني لفلسطين. لابد أن يكون في ضوء مرجعيات قانونية دولية مراعاة للعنوان عنوان المحاضرة. هذه المراجع تتمثل فيما يلي: ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو المرجع الأساس لحقوق الإنسان في العالم، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية جنيف لسنة 1949، جملة من الاتفاقات والمعاهدات والإعلانات الدولية، سأشير إلى بعض منها في ثنايا هذه المداخلة، فما لا يترك كله لا يترك جله. بداية لابد من الحديث عن بعض المصطلحات المتداولة في جو الإجرام العالمي. الجرائم كثيرة جدا فوق هذه الأرض، جرائم الاحتلال لا أحصيها عددا، ولكن صنفت ضمن ثلاث تصنيفات: ألف باء جيم. ألف جرائم الحرب، باء الجرائم أو جرائم الإبادة الجماعية، جيم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. إذن جميع هذه الجرائم التي ترونها تشاهدونها أو التي قرأنا عنها في التاريخ، الكئيب الحزين للإنسانية، نجعل نرتبها ونصنفها ضمن هذه التصنيفات: جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. أبدأ بجرائم الحرب. ما هي جريمة الحرب؟ تعريفها بسيط جدا، تعريف القانوني لها: هي جميع الجرائم المرتكبة التي تخالف أحكام اتفاقية أو معاهدة جنيف لسنة 1949، خاصة المادة الثامنة. المادة الثامنة من هذا النظام، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هو الذي أو هذه المادة تحيلنا إلى اتفاقية جنيف لسنة 1949. المادة الثانية هي التي تعرف جرائم الحرب. نعود إلى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية. جاء تعريفها أيضا في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وهذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية، من خصوصيتها أنها تستهدف جماعة قومية أو دينية أو عنصرية أو إثنية، ولكن طبقا للمادة الثامنة هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية، قد تكون إبادة كلية، قد تكون إبادة جزئية. هذه الجرائم قد تتخذ الأشكال الأتية: الشكل الأول هو الإبادة المباشرة لهذه الجريمة، الشكل الثاني الاشتراك في جرائم الإبادة، ونتحدث بمنظور القانون الدولي. لاحظوا ما يحصل الآن، هناك من يباشر
هذا الإجرام فيه وهم الصهاينة، يعني مباشرة أو إبادة مباشرة. وهناك من يشترك، من يساعد، وهناك من يحرض تحريضا علنيا. هذه الأشكال الإجرامية كلها نجدها ونشاهدها الآن في هذا العدوان الصهيوني على غزة، كما حصل في الجزائر عبر مجازر عديدة، منها مجازر 8 ماي 45 كما سيأتي البيان. إذن قد يتخذ ذلك، تتخذ الجارية في الأشكال. الشكل الأول الإبادة المباشرة، الشكل الثاني الاشتراك في جريمة الإبادة البشرية الجماعية، إما بالمال أو بالسلاح أو بالإعلام مهما كانت صورة هذا الاشتراك. والشكل الثالث هو التحريض، ولكن نص القانون في المادة الثانية على أن يكون التحريض علنيا، هو التحريض العلني مشاهد ملحوظ في هذه الجرائم التي تحصل في غزة. وهناك جرائم ضد الإنسانية، هذه كل ما يتعلق، كل عدوان على الإنسان باعتباره إنسانا، باعتباره إنسانا، سواء كان هذا العدوان معنويا أو ماديا أو فكريا، مهما كانت طبيعة العدوان، أو العدوان على الممتلكات ومقدرات الشعوب. والغريب أن المراجع الأساسية للقانون الدولي نصت على ما نعلمه نحن في ديننا الحنيف، أن الإنسان مكرم إلى غير ذلك. سبحان الله، في بعض الملتقيات الدولية خاطبناهم بهذا الخطاب: نحدثكم بلغة القانون ونقيم عليكم الحجة بالأدلة القاطعة التي لن تقبل إثبات العكس من المنظومة القانونية الدولية. لاحظوا معي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948، ديباجة هذا الإعلان أشارت إلى الإنسان، وأن الإنسان لابد أن يعيش في سلم وفي أمن في هذه الحياة، وأنه يتمتع بجملة من الحقوق، الحقوق التي تحفظ كرامته إلى آخره. ونقرأ في المادة الثانية وما بعدها من إعلان عالم حقوق الإنسان على أن الإنسان ولد حرا، الناس ولدوا أحرارا. يعني نتذكر ما قاله عمر بن الخطاب، عمر الفاروق: متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. وهناك حديث مطول عن الكرامة، الكرامة الإنسانية باعتباره إنسانا، يعني كرامة الإنسان ثابتة له في المنظومة القانونية الدولية باعتباره إنسانا. بنتذكر هنا الآية 70، الآية 70 من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، وعلماؤنا قرروا أن كرامة الإنسان في آدمياته، كون ابن آدم عنده كرامة. إذن هذه المنظومة القانونية تعطينا واحد الترجمة مهمة جدا لما هو معروف عندنا في شريعتنا، خاصة في الوحيين في الكتاب والسنة. والآن نذكر قليل الكلام يعني عن المجازر اللي حصلت في الجزائر واللي حصلت في فلسطين، ومن ذلك أتاك. كي نأخذ هذه المنظومة القانونية ونسقط هذه القوانين على الواقع، ماذا نقول؟ أن جميع الجرائم التي نصت عليها المنظومة القانونية الدولية، جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وكذلك خاصة الجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في الجزائر كما ترتكب الآن في فلسطين. الجزائر
مجازر كثيرة. يكفي أن نقول أن الاستعمار الفرنسي دام قرن 32 سنة، وكما قال الشيخ عبد المجيد بن بارك الله فيك، الثورة لم تنقطع، المقاومات لم تتوقف منذ أن احتل المحتل الفرنسي الجزائر، لم تنقطع مقاومات شعبية في كل مكان. وبالمناسبة المؤرخون المحققون وهم يقارنون الثورة الجزائرية بالثورات الكبرى في العالم، الثورة التونسية والثورة المصرية وغيرها من الثورات، عندهم واحد المعيار قوي جدا. ما هو؟ أن الثورة الجزائرية تتميز عن سائر الثورات أنها ثورة شعبية، ثورة شعبية. إذن المقاومات الشعبية لم تنقطع، وتوجت هذه المقاومات الشعبية بالثورة التحريرية المباركة، وكانت نهاية هذه الثورة أن استقلت الجزائر، والحمد لله وما النصر إلا من عند الله. طيب أقول أن مجازة فرنسا لم نصل عدده، ونحن الآن في كلمة كما سمعنا الشهادات وقرأنا في التاريخ أن كلمة لم تكن غائبة على وجه الإطلاق في تاريخ الجزائري المشرق، كانت حاضرة بعلنائها بجاهها بنسائها بتضحياتها انتسام. هذه الصورة رأيناها حقيقة تجعلنا نتألم كثيرا، وسبحان الله المصر الآن هم يعني يثبتون ويصمدون حينما قرأوا وسمعوا بما حصل في الجزائر. هم يقولون هذا الكلام في أكثر من مناسبة، يقولون صقر رواحنا ونحن الآن نواجه هذه الهجمة العدوانية الشرسة من العدوان الصهيوني، نصبر رواحنا بما حصل في الجزائر. يعني في ساعات قليلة في أكثر من 45 ألف أكثر من 45 ألف شهيد. إذن هم يأخذوا هذا الصمود وهذا الثبات من ثورة الجزائر ومن صمود الجزائر. قدر للجزائر أن تكون مرجعا، أن تكون مرجعا لشعوب العالم في الكثير من المسائل المهمة في حياة الناس، منها الجهاد والتضحيات والتشبث بالقيم إلى غير ذلك. أما طبعا مجازر فرنسا الجزائر الكثيرة أذكر ديكان وفاة 45 يكفيها. نعود إلى فلسطين. مجازر الكيان الصهيوني كثيرة، تذكروا جميعا في 1982 مجزرة الصبر والشتيلة اللي صارت عفور وحكايات أذكر يومها، ولم تلقوا الصور، يعني يصعب على الإنسان أن يرى تلك المشاهد العدوانية. كما نحن الآن الكثير منا والكثير منكم ما يقدرش يشوف تلفزيون، لا يستطيع أن يرى تلك المشاهد إلى للحظات، لأن مجازر ضد الإنسانية تمثل قمة العنجهية وقمة العدوان. وإذا عدنا إلى غزة، المجازر اللي صارت في غزة، أذكر سبيل المثال في 2008 في 2009 في 2012 في 2014 في 2021، والآن تشهد غزة ما تعلمون وما يشاهدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا والوقت لا يسمح بالتفصيل، أعود إلى اتفاقية مهمة جدا. ما هي؟ اتفاقية منع تقادم جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. هذه الجرائم كلها صدرت اتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1968 تقضي بعدم تقادم هذه الجرائم، أي لا تتقادم. وهذا في نظر القانون الدولي
مكسب كبير للأسرة البشرية. هذه الجرائم لا تقبل التقادم، أي لا تسقط بالتقادم. إذن الآليات القانونية متوفرة، الذي ينقص هو تفعيل هذه الإجراءات والآليات القانونية من أجل ردع هؤلاء المعتدين الذين يتبجحون ويفتخرون بكثرة ضحاياهم في عالمنا اليوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالأسرة البشرية مطالبة كأسرة لتحقيق هذا الأمن والسلم العالميين، هكذا تنص المواثيق، هكذا تنص المواثيق. والغريب أنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، ديباجة مقدمة، في إشارة أن الأصل أن الأسرة البشرية عانت كثيرا من ويلات الحرب. ماذا تريدون؟ إذا أنتم تعلمون ذلك. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، قتل شخص واحد جريمة لا تقطف، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر.